بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم أنيمال فاكتوري. معانا اليوم أخونا العزيز الاستشاري حسين مندني أبو عبد الله، عضو في اتحاد منتجي الطيور الناطقة. أبو عبد الله مساك الله بخير. يمسيك بنتلك. شلونك؟ الله يحفظك يسلمك. حياك الله. يعزك الله يحييك يسلمك. أول شيء شكرا على إضافتك واستضافتك لنا. شرفتونا. شرف لنا طال عمرك. بداية بنتكلم عنك أنت شخصيا أبو عبد الله. حياك الله. شلون دخلت في نقول الهواية هذه تربية الطيور وإنتاجها وغيرها، ومنو دخلك في هالسلك على قولتهم؟ السلك هذا طال عمرك دخلناه حالي حال معظم الهواة عندنا هنا بالكويت، اللي هي تنتقل من تربية الحمام إلى تربية الدياي إلى تربية الطيور وتنوع. اخترت على قولتهم أكثر من نوع وأكثر من تربية لغاية ما لقيت نفسي أنا بجانب على قولتهم البغبغاوات، الطيور الناطقة. الطيور الناطقة فشفت الجانب هذا وايد يوزلي، خصوصا أنه طير منزل، يعني صحيح ما يحتاج أنه تتعنى تطلع برا أرجاء البيت، مزرعة وين كان، إيه مزرعة ولا بالحوش ولا صحيح أي كان، لا هذا عندك داخل بالبيت فتتعايش معه بالبيت داخل، فراح يعيش معك على مدار ال 24 ساعة وتعيش معه وتتعلم معه، يعني نعتبره فرد من أفراد يعتبر بالفعل فرد من أفراد الأسرة. صحيح. يعني متى بديت أبو عبد الله؟ يعني بداية في هالهواية متى دشيت فيها؟ حسيت إنك خلاص هديت الحمام وهديت الدياي ودخلت في الطيور الناطقة. يعني بالنسبة حق جانب التخصص الحين هذه السنة السابعة لي ما شاء الله في جانب تخصص في الطيور الناطقة. بدايتها كانت بالمنتديات في منتدى السعودي اللي هو توزو، وبعدها انتقلنا حق مزاد الكويت، وهذه جانب المنتديات الموجودة صحيح. بالساحة في وقتها صحيح بوقتها، وكانت على قولتهم نطور من نفسنا ونثقف نفسنا ونقاشاتنا بين الهواة، تبادل المعلومات بالمعلومات وتبادل المعلومات، والحمد لله يعني أخذت كم هائل يعني من المعلومات من ماشاء. الشباب ومن التجارب اللي قمت فيها أنا ما شاء الله. إنزين أبو عبد الله، نقول دخلتها عن طريق أحد ولا أنت شفت نفسك فيها؟ لا إحنا يعني من أسرة هاوية أو هاوية الحيوانات، تربية الحيوانات. ما شاء الله الشامل. أنا أعرفك أنت عبد الله وأخوك الله يذكره بخير أسامة. أسامة. أي ما شاء الله. الوالد كذلك. أخوي عمامي يدي رحمة الله. العائلة كلها ما شاء الله حب. العموم يعني جانب تربية الطيور والحيوانات يعني من عمر، يعني إحنا بطلنا عيوننا على هالسالفة. على هالسالفة هذه إن أكو حيوانات. ما شاء الله طولت العمر إن شاء الله عبد الله. عبد الله أنت مسعف طبعًا. نعم. إسعافات أولية. نعم. تخصصك متى بلشت فيها؟ بالنسبة حق حالات الإسعافات الأولية صارت يعني اضطرارية، احتجتها. يعني بلشت فيها تقريبا من 4 سنوات، اللي هي خلينا نسميها قلة الناصر، تيك أوقات يحتاج فيها الطير ينتقل حق البيطري صحيح، ولكن الوقت اللي صارت هذه الحاله ما عندك ما في بياطره فاتحين، يعني صحيح. خصوصا الفتره المسائيه او مشكله نعاني منها بالكويت اول ساعات الصبح الاولى يعني صحيح، فهذه تعال دور لك مسعف يسعف الحاله او دكتور بيطري ما في وانت تحتاج الحين ما تحتاج تضطر انك شنو تضطر انك تشوف لك البديل. فبلشنا نعلم نفسنا نعود نفسنا على الشغلات هذه. تمام. تذكر اول حاله ابو عبد الله مريت عليها؟ اول حاله كانت عندي اللي هي فروخ العس، بالع الربل ماله، مالت العساسه نفسها، العساسه فتخسبك صاحب الطير نفسه مو عارف شلون يتصرف معه يتصرف، ف يابلي وشايف انا بعض الفيديوهات على نفس الموضوع الاوروبيين شلون طريقة ان استخراج الربلة هذه من غير اي تدخل جراحي. تمام. هي عبارة عن مثل ما تقول مساج او تدليك. تمام. نسميها تصيد الربلة من الحوصلة مالتها والغرفة راح نسميها باللهجة العامية، وتبدي تمررها لغاية ما توصل
لغايه ما تبرزها نقول ونبرزها نطلعها. فهذه كانت اول حاله عبرت علي، وبعدها فتحت معاي ما شاء الله بالنسبه حق الربل هذه كانت حزتها يمكن خذت ما يقارب الساعه، بس الحين بالوقت الحالي لا، يعني مجرد خلينا نسميها دقيقتين ثلاثه خلاص انتهي منتهي من السالفه ما شاء الله. كذلك من بعض الاسعافات اللي هميتني اللي هي الاحتباس بالبيضه. الاحتباس البيضه تمام. فتي الانثى مو قادره تشيل عمرها، فطايحه على الصدر وحاولت تضغط مو قادره. فهذه تصير يا ان النثيه بشريه اول مره تبيض، او ان النثيه تكون فيها تشحمات عاليه، فمكان الرحم يصير وايد ضيق ما تقدر تطلع البيضه. وبعضهم يجيك لا يصير تشوهات بالبيضه او البيضه مفتره العكس. صحيح. فهذه هم تعلمناها هني بالورشه ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين. عباره عن طريقتها حقنه شرجيه، حقنه زيت شرجيه، مجرد انك تحرك البيضه باتجاه فتحه الشرج وبالتدليك والضغط نطلع البيضه، بحيث ان نحاول كثر ما نقدر ما تنكسر وحتى لو تنكسر داخل البطن ان شاء الله ما فيها مضره، ولكن تمام فيها راح يصير تشوهات بالرحم نفسه او كيس البيضة ياثر عليه مستقبلا، يعني ياثر مستقبلا لانه يحوش التهابات مع الجرح هذا، لانه مكان رطب على طول. صحيح. فيحتاج لها مضادات حيويه وفيتامينات وهالامور هذه عشان تتفادى الحالة. صحيح. من البداية حاول كثر ما تقدر انك وانت تضغط لا تضغط بالزود عشان لا تنكسر البيضة داخل البطن وتطلع بالاروع ما يكون. ماشي. وهذه ترى يعني حصلت معنا مو بس بالورشة، حتى على جانب المحميات الانتاج هم قاعد تصير معنا هالشغلات هذه. اكتشافها نقول ابو عبد الله تشوف النثية نفسها قاعدة ثقلانة. ايه تكون تأخير بالبيض، يعني باضت البيضة الاولى مثلا والبيضة الثانية تعدت اليومين الثالث وما باضت. هي مفروض تكون في اليوم الثاني الثالث. هي تبيض اليوم بيضة، باضت بيضة تمام. تريح لها يوم تبيض بيضة ثانية. في بعضهم يومي. تمام. على حسب الرحم كم بيضة شايل. يعني على حسب نوعية الطيور. صحيح. في طيور يشيل برحمها من بيضة إلى ثمان، وفي طيور من بيضة إلى بيضتين نفس طريقة الحمام. تمام. بالنسبه حق الافريكان جراي يشيل من بيضه الى خمس بيضات. فهني عاد يبدي المربي يحسب ان باضت البيضه الاولى، البيضه الثانيه معدل المفروض انه اليوم اللي وراه لا اللي بعده بحد اقصى اليوم الثاني. اليوم الثاني حد الاقصى، اذا تاخرت على الثالث والرابع هني لا لازم تدخل ولا يصير تسكير فتحه الشرج وما يوقف الخروج. اي يوقف الخروج تصير عمليه تسمم داخل الجسم. أي. فاحنا بغنى عنها، لا نخسر. صحيح. لا نخسر يعني البيضه ولا نخسر الام. اي فيحتاج متابعه دوريه من الجناي نفسه. صحيح. اقصد في لها يعني اثار واضحه، يعني مثل ممكن انا ما لي خبره فيها بس اشوف النثيه نفسها واعرف ان هي فيها مشكله. هي من كثر الترعص خلاص توصل مرحله انه خلاص هلك جسمها ما قام يساعدها، تطيح على صدرها، تبدي تزحف بمنقارها وبجنحانها. ما فيها قوه ما تساعدها. فخلاص هني اعرف انه لازم وصلت مرحله انه لازم تتدخل. بالنسبه حق البيضه نفسها، يعني تقول مثلا اليوم انا شفت انها باضت اليوم اول بيضه، باكر بحد اقصى ثاني يوم. بالضبط. انا مثلا كمنتج بعرف البيضه هذه هل ملقحها او لا، متى في اي يوم انا اكشف عليها؟ يعني احنا عاده البيض عقب سادس يوم يبين، مع انه سادس يوم حضان. تمام. مو سادس يوم باضت. لا شلون تحسب لها ابو عبد الله؟ عاده احنا نحسب اللي هي بعد يوم اللي باضت فيه، بعد اخر بيضه ست ايام. بعد اخر بيضه؟ اي بعد اخر بيضه ست ايام. هني يبين معك من البيضه الاولى لغايه البيضه الاخيره، يبين معك عرج الدم. صحيح. عرف شلون؟ هني تبين ان البيضه ملقحه. حاليا احنا بالاتحاد نمتلك الاجهزه اللي نفحص فيها البيضه، وزن البيضه، قوه
سماكة القشرة. ضغط سماكة القشرة عندك، هو ضغط القلب، نبض القلب. ما شاء الله. وزن الفرخ، عمر الفرخ ايش كثر داخل البيضة، يعني جهاز سونار كامل. ما شاء الله. هذا يمتاز فيه اتحاد منتجي طيور ناطقة بالكويت عندنا. بالنسبة لنا هم كذلك اعتمادنا على الحضانات العالمية اللي هي بعد الفقس، اللي هي ما بعد الفقس، وعندنا هم اللي هي الفقاسات هم نفس الطريقة، اللي هي حق الطيور اللي ما تحضن. ما تحضن، عرف شلون؟ فتضطر انك ما تخسر الخط الانتاج مالك، تشيل البيضة تنزل البيضة وتحطها بالفقاسة. فهم هذه الفقاسة طبعا تختلف بالنسبة حق فقاسات الطيور الناطقة، تختلف اختلاف كلي عن فقاسات الدواجن يعني. بالنسبة للرطوبة وغيرها. نسبة الرطوبة، نسبة التغليف. تغليف. نسبة الأجواء اللي تحتاجها، يعني كل هذه النقاط لازم تكون بعين الاعتبار. في بعض الهواة نجحوا بالفقاسات مالت الدي اي نفسهم، ولكن نسبة النجاح خلينا نسميها من 60 إلى 70%. اللي هي نسبة الإنتاج. نسبة الإنتاج، عرف شلون؟ لأن من تعرف طريقة درجة حرارة الرطوبة مو معتدلة، والرطوبة ممكن تكون حرارة عالية أو حرارة نازلة. بما أن دشينا بموضوع الإنتاج، دشينا بالفقاسات، الشغل هذا شو تفضل أنت أول شيء أبو عبد الله، على الفقاسة ولا حضانة الأم نفسها؟ لا طبعاً إحنا دائماً نفضل الطبيعي، لحضانة الأم نفسها. يعني بالنسبة حقنا إحنا يعني كمنتجين، نختلف اختلاف كلي عن هواة الدجاج. تمام. أو اختلاف كلي عن هواة تربية الحمام، اللي هم اعتمادهم أكثر شيء على أهل الحمام على سالفة التزريق اللي هي الأم البديلة. وكذلك الدياي اعتماده على الفقاسة أكثر من أن الدياي نفسها تحضن أو تفك على قولتهم. فإحنا بالنسبة لنا لا، كله دائما نعتمد على الطبيعة، يعني هي اللي تعطي الجانب القوة حق الفرخ نفسه. ما شاء الله. بنتكلم عن 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 عمر الفرخ نفسه، اول ما يفقس انت تشيله تدخله الحضانه ولا تعطيه؟ لا طبعا اكيد لازم يكون تحت الحضانه الام لفتره من 10 الى 12 يوم افضل كتغذيه ابو عبد الله. اي بعدها احنا نشيل الفروخ الصغار من عمر 10 الى 12 يوم، يعني بعد ما تبطلت عينه. ليه ما تبطلت؟ ما تبطلت عينه، تتبطل عينه على ايادينا. يعني تدخله الحضانه نقول على 12 يوم بالضبط. بالنسبة حق الزوج نفسه ما عنده مشاكل؟ ما عنده مشاكل، ما تغير نفسيته. احنا ما راح نسحبهم كلهم بوقت واحد، قاعد نسحبهم تدريجي تدريجي تدريجي. يعني من اللي يكتمل 10 ايام الى اسبوعين، عفوا من 10 ايام الى 12 يوم عقبها يتم ازالتها من الاعشاش مالت التفريخ، فرخ بعد فرخ لغايه ما يكتمل على اخر فرخ العدد اللي ان شاء الله. لان طبعا هو من الطبيعي ما راح يطلعون كلهم بوقت واحد. صحيح. فراح يطلع كل واحد عن الثاني فرق يوم الى يومين على حسب وجوده، يعني او اللي هي طلعت البيضه من الرحم. وسبحان الله دائما الفرخ الاول تلقى صحته افضل بسبه يعني هل ان نعس قبل يصير ان عسته، لان تركيز الزوجين عليك عليه الام والابو اول فرخ، على اول فرخ. فدائما يكون حصيله اول فرخ يكون دائما سبحان الله حجمه افضل، فتشوفه حجمه صحته افضل. بالنسبة حق الصحة تبارك الرحمن كلهم صحتهم ممتازة. صح. بس يصير عندك فرصته اعلى بالتغذية. صحيح. الكون ان الاثنين ماكو جابلين هالفرخ. صحيح. فكل واحد يعس بصوب عسى ما قال لحظة حاجة اللي عنده وكله. فهذه طريقتهم يعني. طبعا انت يعني اللي عارفة المنتجين يعتمد تغذية معينة في فترة الحضانة او نقول في فترة العس، تتغير انواع الاكل التغذية، تتغير اللي هي بالبداية احنا اعتمادنا كلي بالنسبة حق اتحاد منتجي طيور ناطقة بالكويت، اعتمادنا على الاكل الصحي الامريكي من شركة زوبرين. صحيح. شامل طبعا اللي هي التغذية الصغار، وشامل تغذية اللي هو الديلي او اللي هو خط الانتاج. اللي هو الزوبريم عندك نوعين، اللي هو النوع اللي ما يسمونه البريدر، ونوع يسمونه المينتننس اللي كثير شائع بين البشر
ان البريدر هو حق الانتاج وهو هذا الشيء خطا. شو الفرق بينهم برضه؟ البريدر اللي هو نسبه المكونات الغذائيه او هذه بروتينات وغيره تركيزها اعلى من الديلي اللي هو المينتنس. تمام. الديلي او المينتنس هو عباره حق الطيور المنزليه اللي هي اعتادت اكل الزوبرين يعني وعمرها تعدى سنتين. اللي تعلمت متاخر نقول. اما اللي متعلم متاخر على الزوبريم لا انصح بال اللي هو الزوبريم البريدر. البريدر. عشان يصير معنا على قولتهم بالانس في المشاهد يكون معنا بصوره اكثر اللي هو الزوبريم اللون الفاتح والزوبريم اللون الغامج. اللون الفاتح حق اللي الطير اللي اعتاد على الزوبريم من وعمره تعدى السنتين. من بعد السنتين. ينعطى اللون الفاتح. تمام. عرف شلون؟ بالنسبة حق الطير اللي جديد على الزوبريم وعمره سواء يعني من عمر فرخ لغاية أكثر من السنتين يقدر يعطي اللي هو البريدر اللي هو اللون الغامج على أساس إنه يتكيف يعبي مخازن الجسم كلها شنو النواقص اللي كان الجسم ناقصها يرد يعبيها من أول وجديد من التغذية اللي قبلها عقبها لغاية ما يوصل حق السنتين تغذية بعدها ينتقل حق الديلي اللي هو المينتنس اللي هو اللون الفاتح. تمام. بالنسبه لنا احنا قاعدين فتره ما قبل موسم الانتاج ندش على البريدر اللي هو اللون الغامج على اساس ان نرفع فيها على قولتنا المخازن داخل الجسم او احتياجات الجسم من الداخل على اساس انه يكون الطير جاهز حق خط الانتاج وما قاعد يفقد شيء من جسمه، قاعد يفقدها من الاكل نفسه اللي قاعد ياكله. تمام. لغايه ما ينتهي عندنا موسم الانتاج، عقبها نرد عليه على الديلي او اللي هو الاكل المينتننس. اليومي. الاكل اليومي. هني على قولتهم خلاص تبديل المخازن كلها معبيه، الوضع كله عادي فما يحتاج ما في نغوصات على طول. ما يحتاج البروتينات العاليه والفيتامينات العاليه صحيح. والامور هذه لانه كون انه هو معتاد الزوبريم صار له سنوات طويله صحيح فما يحتاج هذا كله فمجرد انه قبل خط الانتاج بشهرين الى ثلاثة شهور نرد نعيد عليه اللي هو البريدر وهذه بالنسبه حق التغذيه وعبد الله انت قلت لي بعد ال 12 يوم الفرخ نفسه يدخل الحضانه يدخل الحضانه بالنسبه حق الزوج نفسه صاحب الفرخ شنو الفترة اللي ما بعد ما تشيل من الفروخ هل الزوج نفسه يبدأ يريح طبعاً أو أنت تخليه يريح تشيل عنه مثلاً الخانة أنا أقدر أكلمك على الأفريكان جراي كوني أنا أمتلك محمية أفريكان جراي صحيح ما شاء الله الأفريكان جراي كل معدل كل أربع شهور قاعد يعطيك خط إنتاج فبعد ما تشيل أنت الفروخ من عنده فأصبح أن المخازن مالت الجسم كلها نزل مستواها صحيح. كلها عرف شلون فتبدي ترفع هذا المستوى تبدي تبلش تجابله في التغذيه من شهرين الى ثلاثة شهور عرف شلون لغايه ما يبدي على قولتهم يدش مرحله البيض عقبها هني نبدي نوازن بالتغذيه مالته ندشش على الخضار ندشش على الفواكه بالاضافه الى اللي هو الزوبريم تمام لغايه ما نشيل الفروخ ونرد مره ثانيه نفس العمليه مره ثانيه هذه الفتره هذه هي في الاسر وفي المحميات ولا تختلف هذه اللي دارجه بالمحميات اما بالاسر اللي خلينا نسميها بحياه اليوميه بالبيوت او الطيور المنزليه نفس ما شرحت لك بالسابق اللي هي بالبدايه ان اذا كان عمر الفرخ يعني عمر الطير مراحل الفروخ اللي هي من عمر خلينا نقول ثلاث شهور اللي هي مرحله الفطام لغايه السنتين اللي هي او السنتين ونص اللي هي بناء الجسد صحيح فيحتاج انك تستمر على البريدر اللي هو اللون الغامج من بعدها خلاص من يتعدى هذه المرحله يدش على عمر السنتين ونص فما فوق لا خلاص انت تدش على الديلي تدش على اليوم اللي هو الاكل اليومي اللي هو اللون الفاتح عرفت شلون لأن ما يحتاج البروتينات تكون عالية زيادة عن اللزوم فخلاص تكون الجسم مكتفي اكتفاء ذاتي صار عنده صحيح فنبدي نريح الجسم ما نبي نعطيه أوفر زوز زايد ممكن أن الزوج نفسه يعني إذا شلت منه الفروخ وخليته ممكن أنه قبل فترة اللي هي نقول أربع شهور يبلش ينتج ما يجابل نفسه يعني ما يشوف نفسه الزوج ما يريح في بعضهم هي مثل ما تقول
مثل خلينا نسميها مثل عداد الساعة. صحيح. هي مجرد إنه من تكتمل الدائرة كاملة فأصبح إن الرحم جاهز، التخصب جاهز، الجسم جاهز من الداخل. يجهز نفسه. عقبها خلاص. ما في مشكلة إنه يرد ينتج. يعني عندنا أزواج تبارك الرحمن خلال شهرين ونص ثلاثة بلشت ردت باضت. صلى الله يبارك لك فيهم. وفي أزواج لا يعني تأخذ أنت منها الإنتاج بعد سنتين ترد تأخذ إنتاج، يعني هي تصير أزواج، في أزواج ضعيفة وفي أزواج لا قوية بالإنتاج، وفي أزواج طبيعي يعني تعطيك بالسنة موسم يعني. صحيح. بالإنتاج واحد بالسنة تختلف هم راحة الطير بالمكان نفسه. بالضبط. هذا شيء أساسي. بنتكلم عن المحمية. ما في مشكلة. شنو أساسيات المحمية أول شيء؟ أساسيات المحمية الإضاءة. 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 من ناحية شنو الوقت؟ الوقت. الطير يعني لما تبتيبه حق الطبيعة. طبيعته. صحيح. بالأدغال بالغابات معتمد اعتماد كلي على الشمس. صحيح. هي اللي هي على قولتهم ترفع الهرمونات الذكرية والأنثوية لداخل الأجسام. عرف شلون؟ هي اللي تتكلم تكمل الساعة البيولوجية داخل الجسم. وهم بحكم أنهم حيوانات نهارية يعني. بالضبط. معنى هم حيوانات نهارية ولكن مراسيم التزاوج والمغازلات والأمور هذه ترى ليلية. في الليلة. أي. فما تصير بوضح النهار نهارية لأن الأفريكان الجراي من طيور جدا خجولة. سبحان الله. عرف شلون؟ ووايد. بالخفة على قولتهم. يخاف إنه غيره يكون فريسه حق غيره. صحيح. فحذر بهالجانب هذا، فتلاقي المراسيم التزاوج وهالامور هذه دائما على ضوء القمر. فاحنا عشان كذي دائما محمياتنا ماخذين الجانبين، جانب الليلي اللي هو ضوء القمر ومجهزين لهم هذه الاضاءات حق ما شاء الله الجانب القمري، ومجهزين لهم الاضاءات اللي هي الاضاءات النهاريه. يعني يقول فترة النهار في لها إضاءة وفترة بالطبع. الليل فيها إضاءة. بالطبع. فترة الليل كاملة في لها إضاءة أبو عبد الله. إيه لأن عندك لا مو طول هذا، إحنا ماشيين معها نفس نظام حلقة اللي هي دوران القبر. صحيح. ما شاء الله أنت مهيئ يعني. لازم أنت لازم توصل حق قريب البيئة. عشان تأخذ اللي تبي. على أساس تأخذ اللي تبي. صحيح. فنفس ما قلت لك الأساسيات لعبة الإضاءة، تجي الجانب الثاني لعبة الرطوبة. تجي الجانب الثالث لعبة الحرارة. شنو 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 يعني شلون تحكمت انت عندك في المحمية في نقول بالحرارة وبالرطوبة نفسها وبندخل بعد اهم على التنظيف والشغل بالنسبة حق الحرارة. الحرارة هي على المكيفات مالتنا، يعني مكيفات العادية سواء الشباك او الوحدات او يعني كان يعني المكيفات الدارجة بالأسواق. نقول كل طيور يعني لها درجة حرارة معينة تحتاجها. بالنسبة حق خط الإنتاج الأفضل درجة الحرارة يعني بين 27 إلى 30 كحد أقصى 30. كحد أقصى 30. تمام. يعني كحد أقصى 30 يعني تحكي عن. في اليوم كله أبو عبد الله. يعني تحكي عن 32 إلى 33 داخل العشاش. داخل العشاش. أعرف شلون؟ فأعلى من كذي دشيت أنت مرحلة الخطورة. اللي هي تخانق البيضة. صحيح. أو تتصلب القشرة. ما عشان ما استفدت. بسبت إذا كان في جفاف أو حرارة عالية. صحيح. فكذي ما تستفيد أنت عفوا ما تستفيد إن الفرخ ما يقدر يطلع نفسه من قشرة البيضة. فعشان كذي تكون درجة الحرارة أساسية والرطوبة أساسية بالجانب هذا. هذه بالنسبة حق يعني الشغلات الأساسية اللي دائما لازم يعتمد عليها المنتج بمحميته، بالإضافة إلى النظافة يعني الشيء أساسي. أكيد لازم. على أساس لا تنتقل الميكروبات والجراثيم الموجودة. عشان تحافظ على شغلك. بالضبط. أبو عبد الله دخلتك للمحمية نقول حاط لك أوقات معينة. دخلت المحمية. أو يعني في أي وقت ممكن إنك تدخل. شيء اسمه من المحرمات مع المغيب دخول المحمية. بعد مغيب الشمس. بعد مغيب الشمس هني. تبدي على قولتهم نقول الضرورة الخصوصية للزوج نفسه. بالضبط. يعني تاخذها للضرورة القصوى جدا يعني. ده شيء يعني لازم تسويه. لازم. يعني احنا قاعد ندش على محمياتنا عن طريق الاستئذان، قاعد نطرق البيبان. تسوي حس في المكان. يعني لازم تسوي تنبيه على اساس انه لا يصير الفزعة. صحيح. الفزعة يعني يمكن زوج مختلي بزوجته مثلا، او انه
وهو حاضن ولا قاعد يعس الولد ماله او الفرخ ماله، ما يبي شيء يشتته، فما نبي الشده الفزعه هذه اللي تسبب لنا مخاطر احنا بغنى عنها. ممكن ان الزوج يوخر، الزوج يوخر على قولتهم يفقص البيضه ويكسرها، ولا يرفس البيضه تنكسر ولا يدوس على الفرخ من القرعه يتبطل باب مره واحده ينط داخل الصندوق بسرعه، يفقص الفرخ يعني يعور لك الفرخ، يصير انت تسوي حس قبل الدخول اذا احتجت انك تدخل، فلازم يصير عندك عمليه الاستدام. بالاضافه الى اصلا اعتادت عندنا الطيور داخل المحميه ان هذه الاوقات اوقات الزياره مالت المربي داخل المحميه، فخلاص تلاقي تبدي توالف استعدادهم بالصفير مالهم تجاوبهم انسجامهم معنا، معنا ترى 90% اعتمادنا على الازواج الوحشيه، يعني صحيح من النوادر ان عندنا ازواج وليفه او ازواج تربيه بيوت، صحيح عرف شلون، ولكن اعتادت خلاص ان هذه الاوقات احنا قاعد ندش، فتبدي تستقبل بالصفير تنبيه واحد ينبه الثاني انه ترى نبههم بعض دخل علينا اي، فاذا عشان لا يصير عمليه الخطوره، عرف شلون، فهذا اللي قاعد يصير معانا. وعبد الله نتكلم عن نقول صناديق الانتاج نفسها او الخانات اللي احنا نسميها اللي هي الاعشاش، خلينا نسميها عشان ما شاء الله اي الاعشاش الاعشاش ما شاء الله شفنا خشب وشفنا الومنيوم شفنا اجتهاد حلو، كلمنا عن هالشغله. شوف بالنسبه حق الاخشاب طبعا خلنا لا نتطرق على الاشكال، لان الاشكال فيها وايد لقط وايد كلام وايد، احنا ما نبي الاشكال، احنا يمكن نتكلم عن المقاسات اللي يحتاجها الطير. نتحكي عن المقاسات، المقاسات لما تضحك حاله الطير بالطبيعه بالادغال، من الطبيعي ان الطير راح يبني عشه على قد مقاس جسمه. صحيح. وليش يبنيها على قد مقاس جسمه؟ ليش ما يبنيها نفس ما قاعد نشوفها بالمحميات اللي المساحه الكبيره، على اساس ان الطير باي لحظه خطر يكون هو مرحلة دفاعية، سكر هو مسكر، عرف شلون، سبحان الله، ماكو وساعة، هو يقدر يتحكم بالرطوبة والحرارة الموجودة داخل ما يكون مكان أوسع من طاقته، الوساعة معناته أنه هدر بالطاقة، صحيح راح تعب الزوج، لأن إذا صار عنده ارتفاع بدرجة حرارة المكان فيبدي تلاقيه يرفرف بجناحه على أساس يطرد الحرارة الموجودة داخل العش. صحيح. هذا حكي بالطبيعه ينطلق وينطلق هم ترى بحياه الاسر اللي هي بالمحميات الانتاج، ولكن اذا كانت المساحه كبيره مالت الاعشاش فمعناته يبي جهد كبير عشان يطرد هذه الحراره، هذا شيء غير مطلوب. صحيح. عرف شلون؟ كذلك يبدي جهد كبير على ما يبني عشه، لان هو اوكي انت قاعد تحط له اللي هو صناديق الانتاج او الفقاع او اللي خلينا نسميها الاعشاش نفسها، وقاعد تجهز له الفرشات مالته اللي نشاره الخشب، تمام، ولكن هم هو يبي يرد حق فطرته وطبيعته انه يبدي ينبش بالعش يحفر الخشب، يبي هو يسوي على اساس انه يبني عشه بنفسه، عشان يأمن مكانه، يأمن مكانه او يترك بصمه له. صحيح. ان انا هذا اللي بنيته لي انا. صحيح. عرفت شلون؟ هني اذا كانت المساحه الاعشاش كبيره فراح يبذل جهد كبير، راح يتعب على ما يبني، وراح يتعب وراح يتاخر علينا بخط الانتاج. صحيح. عرفت شلون؟ فدائما المقاسات تكون يعني اكبر من جسم الطير، خلينا نسميها مرتين عن الطير، عن جسم الطير نفسه، عن جسم الطير كحد اقصى، يعني على اساس انه شنو؟ يقدر يسيطر عليه، يقدر يسيطر. صحيح. بالنسبه حق نوع الاعشاش نفسه ابو عبد الله، بالنسبه حق نوع الاعشاش يعني الاعشاش اللي دارجه عندنا بالاسواق اشكال، صحيح، ناق وكلها ناجحه. صحيح. كلها ناجحه. لكن في نقطه احنا تعودنا على الاعشاش الخشبيه، الخشبيه هي افضلهم، افضل كونها راده على الطبيعه اكثر. تمام. عرف شلون؟ في ناس سوت من الالمنيوم، سوت ناس سوت من التشينكو، في ناس سوت من البلاستيك، ولكن الافضل الخشبيه على جانب الطبيعه اللي هو قريب على الطبيعه الخشب. صحيح. كانت تجربتك ابو عبد الله؟ تجربتي معاناتي تقصد اي بالاخشاب، الاخشاب يعني تخيل انت بخط الانتاج و...
والبيت شغال والصندوق يهبد يطيح من القفص طايح بسبه ان الطير نابش فيه فينبش صوب العلاقه مالته لين يطيح صحيح. فعشان تتفادى هذا الشيء فحطينا كراسي تحت العش نفسه هذا يكون سيفتي لو صار انه هم مشاكل بعد صارت مشاكل صحيح معاناه فعلا يعني. صار انه قام يحفر الارضيه نفسها من تحت يعني انت بس تقعد تراقب بالكاميرا هذا ايش قاعد يسوي صحيح وين وصل شنو شنو الحد اللي تبدي توقفه هذه فطرته بطبيعته انه لازم ينبش لازم صحيح. يحفر لازم يسوي له عش ولكن مو وقتها الحين يعني انك تعبت وعندك بيض انت عندك بيض يعني جاهز دورك الحين حضان خلها على قولتهم العود اللي ناط ولا القطعه الخشبه اللي ناطه اللي مضايقتك خلها لما تفرغ تخلص لا يتم حاط دوبه دوبه لغايه ما يكسرها تلاقي البيض طاح انت خسرت فانت خسرت خط الانتاج مالك فيقول لك من لديه حيله فليحتال فاضطرينا ان نلبس الصناديق الجلفدنايز تلبس الخشب نفسه من القشره الخارجيه من الجلفدنايز ونتابع بالكاميرا وين الاماكن اللي وصل فيها حق الجلفدنايز نرد نحط الاخشاب تحط له مره ثانيه فعلى اساس ان الجلفدنايز كحمايه وبنفس الوقت ناقل للبروده او الحراره صحيح ما سوينا شيء اما الخشب لا يحافظ على الاجواء الموجوده صحيح عرف شلون اما الجلفنايز او البلاستيك او الالمنيوم لا يتعرض حق الاجواء يعني يتفاعل مع الاجواء بصوره سريعه عرف شلون اذا كان الجو حار يعطيك الحراره العاليه تمام اذا كان الجو بارد لا يعطيك البروده العاليه فهذا كله مو مطلوب صحيح هذا كله مضر للزوج مضر حق الزوج فاصبح ان انت قاعد تخسر يعني قاعد تعب عن نفس قاعد تخسر انتاجك صحيح عرفت شلون؟ فراح عليك الموسم سبت خطأ في اختيارك للأعشاش فاعتمادك على العش الخشب هو الأمثل بنظرنا أو باعتقادنا صحيح هو الأقرب نقول للطبيعة يعني بالضبط مالك مرجع غيره يعني. أكيد صحيح برد على الفرق مرة ثانية ونقول دخل الحضانة أبو عبد الله ب12 يوم وصار خلاص الحين ينعس عن طريقكم لغاية أي عمر؟ لغاية احنا بالنسبة لنا اتحاد منتجي طيور الناطقة نفتح باب الحجز من عمر 14 يوم باب الحجز على الفرق نفسه ايوه اللي هو مجرد من يركب الحجل عليه يركب فيه خلاص انحجز هني خلاص تبدي الزبوني يحجز الفرخ الزبون يشوف يختار يختار الشكل اللي يبي طبعا يختار عن طريق الكاميرا صحيح لأن بهذه الاعمار هذه من الصعوبة انك تطلع برا مناعته خفيفة نقول ضعيفة فيصير تواصلنا معه عبر الشاشات صحيح. فمجرد انه يختار هذا او هذا او هذا على حسب اللي هو يتسجل اسم الزبون نفسه عقبها خلاص يتسجل رغم الرنج اللي هو لابس الفرق ويتسلم الفاتورة مالته ويدفع العربون ماله اللي هو جزم معين من قيمة الفرق ويتم تسليمه له من عمر 7 إلى 8 أسابيع اللي هي نهاية العس بداية الطريق بدأ يتعلم على الأكل بدأ يعتمد على بس نفسه. مو اعتماده اعتماد كلي على الأكل لأنه نقول وصل لمرحلة يعني على بالكويت احنا نقول عسة إلى عستين باليوم لا هي تقريبا عستين تقريبا يحتاج عستين أو عسة بالكثير لغاية ما يعني. ينفطم تقريبا حروة أسبوعين إلى 3 أسابيع هو يكون نهائي 3 أسابيع خلاص يعني من استلامه المربي حقه من أسبوعين إلى 3 أسابيع يكون الطير منتهي من مراحل العس نهائي يعني معتمد اعتماد كلي على الاكل في بعضهم لا يقول لك لا انا بستمر بالعس لغايه ما هو يرفضها صحيح عرف شلون يعني بالنسبه حق المكاوي عنده الاستعداد انه ينعس وهو عمره 20 سنه يعني عادي بالنسبه حق الافريكان جراي لا الافريكان جراي يعني حاول يعتمد على نفسه اكثر صحيح الكيكات ولا ربادي فعلا ربادي صح فعادي يفتح معك سنة لغايه ما انت تقول بس ما راح لغايه ما انت تمل صحيح فاحنا اكو دورات تدريبيه حق مالك الطير نفسه مالك الطير نفسه شلون طريقه العس الصحيه
شلون طريقة الاهتمام بنظافته ما قبل وما بعد العس، عرف شلون؟ درجات الحرارة اللي يحتاجها، تهيئ المكان عنده في البيت نفسه، تهيئ المكان بالإضافة إلى المتابعة الدورية ما بعد البيع، بالإضافة إلى صحيح. عندنا جانب اللي هو الخدمات الفندقية من عمر الطير من يستلمه من عندنا لغاية ما يكون دون الخمس شهور أو الخمس شهور ممكن يخليه عندكم. في عندنا جانب اللي هي الخدمات المجانية اللي تقدم ما بعد البيع، صحيح، اللي هي فترة الحضان، اللي هي عفوا فترة النظام الفندقة سميها، الواحد يبي يسافر لأسبوع أسبوعين يقدر انشغل، يقول عندنا انشغل، يحتاج انه يخلي عندنا فترة هذا بس، مجرد انه يجيب لنا طير من غير اي شيء، لا قفصه نحتاج ولا ما تحتاجه منه شيء، بس نحتاج الطير بس انه يكون تابع الحجل مال الاتحاد، تابع لكم، ايوه ما شاء الله، هو انتاجنا احنا. زين بالنسبه للعس ابو عبد الله، العس الزايد فيه مضره للطير؟ اكيد، اذا دخل مثلا نقول كمل السنه، انت تقول في ناس تقول انا ما عندي مشكله عسى كمل ما علم طيري على كل، اذا كمل ومشي على العس فيها مشاكل لصحه إيه الطير؟ في مشاكل صحيه كبيره، عرف شلون؟ نقص نقول في التغذيه يصير، اي يصير سوء تغذيه، يصير الجسم ما يبني صح، صحيح، فعلى قولتهم يحتاج انه يعالج على قولتنا، او يقطع الاكل، يقوي عضله الفك عنده، صحيح، عرف شلون؟ تذوق ينعدم عنده، خلاص تعود على فلازم يتعود على الاكل، الاكل هو اللي ذوق فيه، الاكل يبدي يختار الشكل المعين، الطعم المعين، صحيح، فتلاقي افضل هذا على هذا، فتبدي جانب المزاجيات بالاكل، فهذا لازم يكون متعلم منها، صحيح. يعني احنا بالمراحل اللي هي مراحل التسليم نبلش احنا بالجانب الخضار، خلينا نسميها الخضار المسلوقه، عرف شلون؟ بالاضافه الى الزوبريم، الزوبريم اللي هو الاكل الصحي، هذا في اي فتره؟ هذا يكون قدام عينه 24 ساعه، بالبدايه هو قاعد يلعب مو قاعد ياكل، هو قاعد يجرب، قاعد يكسر، ولكن ما نقدر نسميها انه خلاص بلش ياكلها، صحيح، لان هي من نوع البلتس نوعيته عاصيه، يعني نوع يابس حيل، خلينا نسميها مثل البقصم، اقوى بعد من البقصم عاصي، فياخذ جهد الفرخ فيها عشان يغوي فكه، نقول عشان ياكل هالنتفه هذه اللي صغيرونه هذه، فيبي له وقت، فما نعتمد عليه بهالعمر هذا على البلد، لا نعتمد عليه على الخضار، نعتمد عليه على طرية، الفواكه، الشغلات الطريه، فهي اللي تبقى بالمعده فترات اطول ويحتاج جسمها اطول، صحيح، بالاضافه الى العس على اساس انه لانه هو وقت الاكل ياكل ويلعب، ترى حاله حال الطفل الياهل اللي توه مفطوم، سبحان الله، فتلاقيه تبربسه بالماعون وبالاكل اكثر من اكله، صحيح، فتلاقي الام ركضه وراه قاطبه طاستها وتوكل لقمه ويلعب ربع ساعه ويرد ياكل له لقمه ويلعب، سبحان الله، فهذه ترى نفس الطريقه بالطيور، تلقاه يلعب ياكل شيء يعني بسيط، ياخذ جانب اللعب اكثر من جانب الاكل، بحكم عمره، بحكم عمره، صحيح، العمر هذا عمر الاستكشاف، يبي كل شيء، هذا شنو، هذا ايش حقه، هذا ليش عند الياهل، ترى نفس الطريقه، صح، عند الطير، صحيح، فالجانب اللقافه تلاقي يحوس معك بالابره، يحوس معك بالقبشه، تلاقي يحوس معك، يمكن يدمرك، يمكن فهني هني نقول يعني اللي بيربي طير يحتاج مقاقه، نقول مقاقه طولة بال ويكون حاب هالشغله، صحيح، مو حاب هالشغله لا جازف بهذه الروح، هذه روح، صحيح، يعني هذه باكر انت محاسب، اكيد طبعا، يعني لا يصير هذا خصيم، هي لا تكون لعبه، بالضبط، صحيح. وعبد الله بندخل في موضوع التدريب، ما نقول تدريب طيور، نقول تدريب اصحاب الطيور نفسهم، بالدورات الشخصيه، بالسابق انا كنت مدرب، انت كنت مدرب طيور، صحيح، كنت مدرب للطيور الناطقه، كوني انا اني حاب هذه الطيور، ولكن اللي على قولتهم قلت الماده، فما اقدر امتلك كل الطيور، صحيح، عرف شلون؟ ففتحت مجال ان اروح حق ربعي واهلي، تعال عطني طيرك انا ادرب لك اياه، كان الهدف من اني اخذ الطير، يعني شوف انجازك فيه، مو بس انجازي فيه، ابي ادرس سلوكيات هذا الطير، شنو تبي تقرا، اي هذا شلون اتعامل معاه، شنو المفتاح اللي اقدر ادش عليه فيه، عرف شلون؟ ما شاء الله،
يعني يوم اللي سألنا الشيبان قبل وهذا شلون يدربون الطيور قال لي يوع الطير خلاص. إيه؟ فهذا قاعد أشوف أن أسلوب غهري حق الطير. صحيح. أنت قاعد تملك جسد ما قاعد تملك روح. أنت قاعد تضطر أنه يسمع لك اللي شغله. يجي لك بصورة غهرية. لأنه محتاج. محتاج. محتاج أنه ما سمعت كلامه ما راح يعطيني أكل. فلازم أنا أطبق. إيه؟ فهذا الشيء كان مو قادر أدشش بمخي يعني. ما مشى معك الأسلوب يعني هذا. شلون أسلوب قهري يمشي؟ طبعا هذا في أيامهم ممكن ما كان فيه. أيامها. صحيح. فأيامها يعني هذه أيامها أنا كان بالتسع سنين ولا عشر سنين يعني حزيتها. ذكرت العمر إن شاء الله. ما عندنا إنترنت ولا عندنا حجي جوجل قاعد يسوي لنا ويطلع لنا المعلومات. فكانت معلوماتنا اجتهاد شخصي قول معلومات بسيطة. بالساحة المحيط اللي حوالينا من أبوي من يدي من أمامي من ربعنا فتجارب الآخرين. صحيح. فكانت دارجة عندهم يوع الطير. يوعيك. أي فهذه أنا يعني اللي كنت وايد أكره اليوع كان إن أنا من نوع اللي من عشيقين الأكل يعني ما أبي أحد يحرمني من عشت أكلي. الصورة ما تبي. حسيت إن أنا حطيت نفسي مكانه شلون تحرمني من الأكل؟ ترى قاعد يعني قاعد تأخذني في صورة نقول على قولتك غهرية. أيوة. أنا جايك محتاجك. بالضبط. عشان كذي دشيت بجانب ثاني فكنت على أيام ما قبل تعرفنا حق الأكل الصحي الأمريكي كنا نعتمد على الأكل المخلط اللي دارج بالسوق. صحيح. فكنت أي أحط معون المخلط عند الطير وطالع أقعد حاط يديني على خدي وأقعد أطالع. جابه. شنو أول أكل أخذها؟ عرف شو؟ فأسجل بالورقة. ما شاء الله كنت تسجل. أي خذ سبال. ولا خذ حب الشمسي ولا خذ الحب الابيض. صحيح. ولا خذ الذره فخلاص عارف ان هذا يحب هذه هذا يحب هذيك عرف شلون وما اعتمد على اول مره عرف شلون كذا تجربه فاعتمد على من وجبتين الى ثلاث الى اربع شوف على نفس الشغله فخلاص اتيقن ان خلاص هذا الطير اول شغله يحبها مثلا الفول السوداني ولا اول شغله يحبها الحب الشمسي. صحيح. هني اي اخذ على قولتهم الطاسه وافرشها بالصينيه واقعد انقي تلقط الاكله اللي هو يحبها تفرزها هذه افرزها المخلط كله موجود عندك بس اللي تحبه موجود عندك موجود عندي انا تبيها اصبح انت سويتها مثل المكافاه فصارت جانب المكافاه. صحيح. عرف شلون فصار عندي تغريب اكثر شفت ان السرعه بالاستجابه مع الطير افضل اكثر فتلاقي حط راسه بالماعون وقاعد ينثر بمنقاره يدور الاكله اللي يبيها وين ريحتها موجوده. صحيح. بس هي مو موجوده هيب لي اياها كاهي بديني هاك اصبح انت قاعد تغرب من الطير نفسه اي فصار عنده كسر حاجز الخوف اخذها ولا ما اخذها بالبدايه ياخذ ويحذف